يقول السائل: أنا شاب من بلاد إسلامية غرر بي، فانضممت إلى جماعة تكفيرية متسترة تحت غطاء نصرة الحق ورفع الظلم عن المجتمع، فحملت معهم السلاح وارتكبت معهم عدة أفعال إجرامية من قتل فما دونه، حتى من الله علي فعرفت الحق وقدر العلماء ومنزلتهم، فتركت ما كنت عليه من الوحشية والتكفير وتبت إلى الله عز وجل. ولي بعض الأسئلة أود جوابكم عنها. السؤال الأول: كيف تبرأ ذمتي مما فعلت؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة ومعرفة الحق، هذه نعمة عظيمة. وأما المظالم الذي تقدر على رده ترد، والذي لا تقدر على رده تكفي التوبة. وإن كان مالا، أخذت مالا ظلما وعدوانا ولا تقدر على رده على صاحبه، فإنك تتخلص منه بالتصدق به ويكون أجره لصاحبه. نعم.